نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة 3 أشهر، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره. هذا ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي لتوريد ونقل القمح بقيمة 65 جنيه ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم عام 2022 من خلال حافز إضافي. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بناء على توجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وقامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز 1 مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم. كما قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز 1 مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم. تواصل وزارة الداخلية دفع إلى المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس السيسي لتوفير كافة مستلزمات الأسر من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. تصل هذه النسبة إلى 60%، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى المواطنين في كافة المناطق بخاصة الأشد احتياجا لتوفير السلع لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم. المرحلة 22 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحركت قوافلها للمواطنين بالميادين والشوارع ليستفيدوا من التخفيضات في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من السلع الأساسية. هنا أرخص من بره بصراحة. ربنا الرئيس بيعمل حاجة حلوة، الله يبارك له. والله مبادرة جميلة من سيادة الرئيس، الله يجزيه عنا خير والله يبارك له. حاسس بينا وبالشعب، ويا ريته يكتر من الحاجات دي في جميع المناطق المجاوره لينا، بالذات خاصه احنا هنا في الفلاحين بنحتاج حاجات كتير زي كده. الاسعار كويسه والله جدا ورخيصه جدا، يا ريت كده على طول، بعيد عن جشع الناس والله، يعني يا ريت كده على طول والله. الرئيس الله يبارك له بجد يعني خفض الحاجه جدا، يعني زي ما كانت الاول، يعني الحاجات باسعار زي ما كانت من شهرين ثلاثه نفس السعر، يعني الحاجه رخيصه جدا. من ضمن السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة يوجد منها الكثير في الأحياء ذات الطابع الشعبي،
لذا تمثل تلك المبادرة أهمية كبيرة للمواطنين بها، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على السلع الاستراتيجية في إطار المبادرة في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. مبادرة كويسة جدا، وبنشكر سيادة الرئيس، والأسعار كلها حلوة ورخيصة. الأسعار كده دي كويسة لينا وبنستناها على طول، وبنستنى التخفيضات دي دايما، وبنستنى المعرض على طول. بيبقى في فرق في الأسعار، امبارح جايبين الحاجة بسعر والنهاردة في سعر، في فرق في الأسعار جامد من امبارح للنهاردة، اللي احنا بنجيب حاجة من بره. بتفرق معانا في البيت الأسعار دي، طبعا الأسعار غالية فهي بتفرق معانا في البيت، كل حاجة فيها كويسة. احنا ما بنعرف ان في مبادرة من وزارة الداخلية ومن الرئاسة، بنيجي نجري عشان بتفرق معانا كتير أو في الأسعار. فبأمانة يعني بنشكر وزارة الداخلية والرئيس على اللي هو بيعمله معانا. وحرصت الوزارة بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ في أماكن محددة تم اختيارها بعناية، لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بها من كافة الفئات، بخاصة الأشد احتياجاً، وهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في انتهاجها كافة السبل للوصول إلى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. أنا مبسوطة جدا، يا ريت وأتمنى يعني لو يكون معارض كتير زي كده، من حاجة فيها مخفضة فعلا عن بره بكتير. كما تشارك منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح المنتجات في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة للمواطنين. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. متشكرين يا سعادة الرئيس على اللي انت بتعمله معانا، متشكرين جدا، متشكرين جدا جدا جدا، والله قويك في اللي انت فيه. في حد ورانا، وان في حد بينزل لنا الاسعار، وان في يعني محاربة للجشع وللتجار اللي هم بيزودوا الاسعار. وفي اطار مبادرة كلنا واحد، قامت الوزارة بتوفير عبوات تحتوي سلع مخفض اسعارها للمواطنين قاطني حي الاسمرات، في إطار دعم سكان المناطق الحضارية الجديدة. النهاردة يوم حلو إن شاء الله، عشان خاطر الرئيس بعت لنا يميش رمضان، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. نشكر الرئيس إن هو ما بينساناش دايما، وبيساعدنا في كل المناسبات، وكل سنة وهو طيب بمناسبة شهر رمضان. وطبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جزاه الله كل خير، ونتمنى إن هم كمان يهتموا بنا أكتر وأكتر، ودايما يزورونا بحاجاتهم الجميلة دي. كل سنة طيبين جميعا. ما بين سلاسل تجارية وشوادر ومنافذ وقوافل من السيارات، تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 لتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات كبيرة لدعم الأسر المصرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ورفع الأعباء عنهم. لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 5260 طن مواد غذائية وبناء، و 11615 عبوة زيت. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 101 طن سلع غذائية، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق مدعم، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 133 طن. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 80 طن حديد متسليح. تواصل معارض أهلا رمضان في أنحاء الجمهورية توفير السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات رمضان بتخفيضات كبيرة عن مثيلتها بالأسواق. ولاقت المعارض إقبالا كبيرا وإشادات من المواطنين بما تقدمه من سلع ذات جودة عالية وأسعار مخفضة. أعلنت مؤسسة حياة كريمة استمرار استكمال توزيع صناديق المواد الغذائية لمراكز محافظة الغربية لليوم الخامس، حيث تم توزيع صناديق في مركز بسيون، كما وزعت الصناديق على الأهالي في مركز غسيل الكلى بمركز المحلة الكبرى بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.
تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة. وأشار الفريق أسامة عسكر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية، وناقش عدداً من الطيارين والأطقم الفنية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة، كما شاهد بياناً عملياً لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها. وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال القوات الجوية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام، لتظل القوات الجوية دائما الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022، كما صدق وزير الدفاع على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا قصص الأثر لصالح قوة حرس الحدود. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022، وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 مارس 2022، وكذلك قبول دفعة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، على أن يتم سحب الملفات اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 وحتى 8 مايو 2022. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي tagneed.mod.gov.eg. وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15499. ألقت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي كلمة مصر خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية.
هذا وأوضحت مايا مرسي أن مصر بادرت إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام، كما أطلقت مصر رؤيتها لـ 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة. لقد بادرت مصر في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق، إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام في هذا الصدد. وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة ترأسها وزيرة، وهناك وحدة للمرأة بجهاز شؤون البيئة، ووحدة التكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة. كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهجاً لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية. من ناحية أخرى، أطلقت مصر رؤيتها لـ 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050. وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الحكومة المصرية تبنت العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات لتعزيز التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة. حياة كريمة أكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر والعالم، وتمثل المرأة والتخطيط المراعي لاحتياجاتها إحدى ركائزه الأساسية. كما يراعى هذا البرنامج الأبعاد البيئية والمعايير الاستدامة، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه ل 58 مليون مواطن، 50% منهم من النساء. كما تم أيضا إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، وتبلغ مخصصاته حوالي 2.9 مليار جنيه. كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة صحة مصر إلى 23 مليون مواطنة. شاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي في المائدة الوزارية المستديرة حول سياسات وبرامج تغير المناخ والسياسات البيئية والحد من مخاطر الكوارث. وأكدت مرسي أن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تناقش بوضوح دور المرأة في التعامل مع قضايا البيئة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي. كما استعرضت دكتورة مايا مرسي الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية. I would like to propose in our discussions Egypt's perspective to a just environmental transition and a win-win situation for women through 7 actionable areas. 1. Promote gender-sensitive perspectives within adaptation, mitigation and responses. 2. Strengthen women's voice and their meaningful participation in environmental governance. 3. Leverage opportunities for women within the just transition to the green economy, green consumption habits and within blue economy in the context of achieving sustainable development. 4. Tackle differential health and social implications of environmental issues on women. 5. Promote educational and behavioral change on women and climate change. 6. Promote knowledge, data generation and analysis on women and climate change. 7. Apply women-specific perspectives in financing for climate action. هذا وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر في اجتماع مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة الخاصة بوضع المرأة بالأمم المتحدة. وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي هي كلمة السر وراء التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة المصرية. كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية تضم هيكلا مركزيا وآخر محلي يشملان 264 وحدة لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين المرأة المصرية ب 27 محافظة، بالإضافة إلى مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.
والآن مشاهدينا الكرام إلى تطورات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. تواصل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لليوم الثالث على التوالي استقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا في التوافد لتقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم. من جانبها قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن الوزارة مستمرة في تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء سيتم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى واشنطن لمتابعة المؤتمر الصحفي الخاص للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. أن روسيا مستعدة الآن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟ لا يمكن أن نتحدث نريد أن نحقق ذلك ونؤمن إذن من كلا الجانبين. هو في النهاية نحن وإيران أن نتقدم في هذا المجال. أنه من المهم بالنسبة للرئيس زيلينسكي أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي. لا، لم أناقش هذا بالتحديد مع الرئيس. الرئيس ذهب إلى هناك للمقابلة مع حلفائنا وشركائنا في الناتو، وخاصة أن هناك بلد في منتصف الحرب. لم أتحدث عن هذا بالتحديد. فيما يتعلق بجيك سوليفان ونقاشه مع المسؤولين الصينيين، وكذلك فيما يتعلق بالدبلوماسية لحل مسألة أوكرانيا، إن كانت روسيا مستعدة للدبلوماسية والباب ما زال مفتوحا، هل هناك جهود دبلوماسية مع روسيا؟ هذه محادثات على مستوى منذ الولايات المتحدة التي تمت اليوم منذ آخر لقاء ما بين وزيري خارجي البلدين سابقا، وبالتالي يمكن تحدثنا كما كنا مع سوليفان، ولدينا أيضا قناة عسكرية للتأكد من عدم التصادم العسكري، ونستمر أيضا رغم أنهم يستمرون في الهجوم على المدن الأوكرانية، ونود أن نؤكد عدم استخدامهم للسلاح الكيماوي والبيولوجي في أوكرانيا، ولابد أن نقدم هذه الرسالة وعواقبها. سؤال أخير، الإدارة تريد أن تتخذ بعض الخطوات تتعلق بما يحصل من هجومات ضد الأمريكيين من أصول آسيوي. رأينا أن امرأة قد تم الاعتداء عليها في نيويورك وتم ضربها، والفيديو طبعا يصعب أن نشاهده. هل الرئيس رأى هذا الفيديو، وهل هناك خطوات تتخذها الحكومة لإنهاء هذه الهجمة؟ أقول أن رسالة، لم أتحدث عن الرئيس عن هذا الفيديو تحديدا، وقد العدد منا شاهد هذا الفيديو كما ذكرت، من الصعب رؤية هذا الفيديو. أقول رسالة الرئيس لهم أن عملنا لم ينتهي بعد، أنا أريد أن نقف معكم ونقف معكم لحمايتكم ومنع مثل هذا النوع من التمييز العنصري وهذه الأعمال البشعة
والتي أيضا هي منها مثال لما ذكرته الآن، وأيضا التخلص من هذه الكراهية للأمريكيين من أصول آسيوية، وبالتالي وعملنا بالتالي أو واضح لم ينتهي بعد. Deliberate omission, has that conversation taken place in a different channel? I'm happy to go back to them and see if there's more we want to read out from the conversation. I think what the most important component here to take away, I hope, is that we wanted to have a direct conversation about what the consequences would be of further escalatory action. But I don't have more to read out at this point in time. إذن مشاهدين، هذا جانب من المؤتمر الصحفي الخاص بالمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، والحديث عن الأزمة الأوكرانية الروسية وتحديدا المفاوضات، وإن كان باب المفاوضات ما زال مفتوحا بالطبع، الحديث عن دور الأمريكي في هذه الأزمة، المساعدات وما إلى ذلك. أصدرت محكمة العدل الدولية حكما يلزم روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وقدمت كييف طلبا إلى محكمة العدل الدولية في 26 من فبراير بعد يومين من بدء الهجوم الروسي، وطلبت اتخاذ تدابير عاجلة حول العملية الروسية العسكرية. كما طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روسيا بالامتثال للأمر الصادر عن المحكمة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسال أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن أكد بايدن مواصلة إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدي للعملية العسكرية الروسية، كما أعلن العمل على شل الاقتصاد الروسي ورئيس بوتين بالعقوبات لمنعه من تمويل العملية العسكرية. إن بوتين يتسبب في دمار مروع في أوكرانيا، يقصف الشقق السكنية ومستشفيات الولادة وغيرها. عندما كنت أتحدث مع قادتنا الموجودين خلفي هنا الجنرال ميلي، إن هذا أمر مذهل. أمس تابعنا تقرير عن القوات الروسية تحتجز مئات الأطباء والمرضى كرهائن في أكبر مستشفى في ماريبول. تلك عبارة عن جرائم ضخمة ومروعة، والعالم متوحد في دعمه لأوكرانيا وفي عزيمتنا لجعل بوتين يدفع ثمنا باهظا لذلك. أمريكا تدعم هذا الجهد بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا. قدمنا كمية كبيرة من المساعدات، مساعدة الإغاثة والمساعدة الأمنية. سنواصل في تقديم المزيد والمزيد خلال الأسابيع المقبلة. سنقوم بشل اقتصاد بوتين من خلال عقوبات صعبة للغاية ستزداد ألما وشدة مع الوقت، بالتعاون مع أعضاء حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي وغير الكثير من الدول. ما الذي هو على المحك هنا؟ إنها المبادئ التي تجسدها الأمم المتحدة والأمم المتحدة والعالم الحر. الأمر يرتبط بالحرية وحق الناس في تقرير مصيرهم، والتأكد من أن أوكرانيا لن تكون أبدا ضحية لبوتين بغض النظر عن الانتصارات التي يحققها في الميدان. الشعب الأمريكي يجيب نداء الرئيس زيلنسكي لإرسال المزيد من الدفاع، المعدات الدفاعية لأوكرانيا لصد الهجوم الروسي. هذا ما سنفعله. بالفعل قد بدأنا في إرسال مساعدتنا حتى قبل بدء هذه الحرب. كما أعلن بايدن أن الحزمة الجديدة تقدم دعما غير مسبوق لأوكرانيا، يشمل طائرات مسيرة ومنظومات مضادة للطائرات ومدرعات وأسلحة وذخائر. هذا وأشار بايدن إلى أن المساعدات تتضمن معدات تساعد الأوكرانيين على حماية مجالهم الجوي. مجددا أستخدم صلاحياتي الرئاسية لتنشيط وتفعيل المساعدات الأمنية لمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي بقيمة 800 مليون دولار مساعدات جديدة. هذا يجعل المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا بلغت 1 مليار دولار هذا الأسبوع فقط.
تلك أكبر مساعدات ومعدات يتم نقلها من وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوكرانيا لنساعدهم في مواجهة هذا الغزو. أشكر الكونغرس على اعتماد هذه الأموال. هذه الحزمة الجديدة لن توفر فقط مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا فحسب، بل هي تشمل 800 منظومة مضادة للطائرات للتأكد من أن القوات الحربية أو القوات العسكرية الأوكرانية تستطيع صد الدبابات وطائرات الهليكوبتر التي تهاجم شعبهم. وبناء على طلب الرئيس زيلينسكي قمنا بمساعدة أوكرانيا في الحصول على صواريخ مضادة للطائرات أبعد في مداها بالإضافة إلى الذخائر المطلوبة. وعلاوة على ذلك فحزمة المساعدات تشمل 90,000 نظام مضاد للدروع، تلك أنظمة محمولة على الكتف عالية الدقة ويمكن إطلاقه على دبابات ويمكن أن تستهدفها، وبالفعل تستخدمها القوات الأوكرانية بفعالية بالغة في مواجهة العربات المدرعة والدبابات. ستشمل 70,000 من الأسلحة والقنابل والقنابل اليدوية لدعم الأوكرانيين ودعم الرجال والنساء الشجعان الذين يدافعون عن مدنهم وعن المدنيين في أوكرانيا وفي مدنها وقراها. كذلك أيضا سنوفر الذخائر المطلوبة التي تناسب الأسلحة الصغيرة، 20 مليون قطعة من الذخائر الملائمة بما في ذلك أطار بدون طيار. هذا أمر التزمنا به في إرسال أكثر الأسلحة تطورا لدعم أوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبة السلطات الأوكرانية في الحصول على السلاح النووي كانت تحديا خطرا بالنسبة لبلاده، كما أكد أن العملية العسكرية هدفها حماية إقليم دونباس من الاستهداف بأسلحة بيولوجية يتم تصنيعها في أوكرانيا. وأشار بوتين في كلمة له إلى أن روسيا سترد على حزمة العقوبات الغربية التي وصفها بأنها تهدف إلى ضرب الاقتصاد واستهداف مصالح الشعب الروسي، لافتا إلى أن الغرب انتهك كل المبادئ بما فيها الرياضية. واثقون بأنه بالقرب من الحدود الروسية قد تم تصنيع المواد الأولية للأسلحة البيولوجية، وأن هذا التطور للأوضاع يحمل تهديدا مباشرا لأوكرانيا لروسيا عفوا. وكل هذا يجري بتجاهل مباشر وساخر لأمننا، ولم يتركوا أمامنا أي خيار سلمي لحل هذه المشكلة، والتي ظهرت ليس بسببنا أو بذنب منا. لذلك كنا مضطرين لبدء هذه العملية العسكرية الخاصة وإدخال القوات بالقرب من كيف وغيرها من المدن، ليس لاحتلال أوكرانيا، فليس لدينا أي هدف لذلك، وإنما الهدف هو كان فقط مساعدة سكان الدنباس ضمن القرار الذي اتخذ في 24 من شباط. أننا للمرة الأولى ومنذ بداية العملية العسكرية من خلال من أجل عدم إراقة الدماء اقترحنا على الجانب الأوكراني أن يسحبوا جنودهم من المدن، ولكنهم رفضوا ذلك. وأضاف بوتين أن التقدم العسكري لحلف الناتو وصل إلى حدود موسكو، وهو ما أجبر روسيا على خيار تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مبينا أن موسكو لن تسمح بتحول أوكرانيا لجبهة حرب وستتمسك بحياديتها. التقدم العسكري لحلف الناتو نراه قد وصل إلى حدودنا، وبالتالي لم يكن لدينا أي خيار آخر لحماية أمن روسيا عدا القيام وتنفيذ هذه العملية العسكرية، وكل الأهداف سوف يتم تحقيقها دون أدنى شك، ونحن سنحمي أمن روسيا وشعبها، ولن نسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى جبهة تستخدم للحرب ضدنا. وهذه مسائل مبدئية بالنسبة لنا، وخاصة مسألة الصفة الحيادية لأوكرانيا وكذلك نزع السلاح واجتثاث النازية، كل ذلك يعتبر مسائل هامة ومبدئية لنا.
ألقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو أمام الكونغرس الأمريكي، حيث جدد دعوة لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. واتهم زيلينسكي روسيا بتنفيذ اعتداء ضد بلاده بهدف سلب حقها في الحرية والسيادة، مشيرا إلى أن القوات الروسية أطلقت نحو 1000 صاروخ على أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. اليوم حاليا وفي كل ليلة ولمدة 3 أسابيع هناك مدن أوكرانية عديدة. روسيا حولت السماء الأوكراني إلى مصدر للموت للآلاف من الناس. القوات الروسية أطلقت حوالي 1000 صاروخ على أوكرانيا وقنابل عديدة ومسيرات لقتلنا. هذا هو الرعب الذي لم تشهده أوروبا لثمانين عاما، ونحن نطلب إجابة على هذا الرعب، إجابة من العالم أجمع. هل هذا شيء كثير أن نخلق منطقة حظر طيران؟ هل هذا كثير؟ هذا شيء روسيا لن تستطيع من خلاله أن ترعب وترهب مدننا. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو حماية المواطنين في دونباس، وخلال مؤتمر صحفي أكد ضرورة نزع السلاح في أوكرانيا ليستطيع جميع الناس هناك العيش بسلام، مشيرا إلى أنه لا عائق أمام عقد لقاء بين الرئيس بوتين ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، شرط ألا يكون لقاء من أجل التسوية. فلاديمير بوتين له ربما أو في أجوبته دائما كان يقول لا يوجد هناك أي عائق لقيامنا بهذا اللقاء، ولكن هذا اللقاء لا يجب أن يكون فقط تحت اسم لقاء فحسب، بل علينا أولا أن نتفق على بعض الأمور لنجلس حول طاولة الحوار، حول طاولة واحدة. أولا يجب أن نتفق على بعض المعايير والأمور وأن نتشاركها مع الرأي العام، ولربما بعد ذلك بإمكان الرئيس الروسي أن يجلس حول طاولة واحدة مع الرئيس الأوكراني. أما الآن فهناك محادثات مستمرة قائمة بين الوفدين الروسي والأوكراني، ولكن الجانب الأوكراني يتهرب نوعا ما. طلب أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف العملية العسكرية فورا وسحب قواته من أوكرانيا، وخلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الاستثنائي لوزراء دفاع الحلف أكد ستولتنبرغ أن الاجتماع بحث تعزيز قدرات الحلف الدفاعية ودفاعاته الجوية والبحرية في شرق أوروبا. كما أعلن الحلف أنه سينشر مزيدا من القوات في جناحه الشرقي. أعربنا عن إعجابنا بشجاعة الشعب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية. إن الدول الأعضاء في حلف الناتو وشركائهم دعموا أوكرانيا بالمعدات والتدريب على مدار سنوات عديدة. نحن نساعد أوكرانيا في ممارسة حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها وعن حريتها وعن الديمقراطية، في ظل العديد من المعدات العسكرية التي أرسلناها إليهم. اليوم اتفق الوزراء أن علينا مواصلة تقديم هذا الدعم الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري والمساعدات المالية والإغاثة الإنسانية. إن الدول الأعضاء في حلف الناتو وشركائهم يخصصون أيضا الموارد اللازمة لاستقبال ملايين من اللاجئين الأوكرانيين. الرئيس بوتين لابد أن يوقف هذه الحرب فورا ويسحب قواته الآن ويبدأ في الحوار الدبلوماسي بنية صادقة. إن حلف الناتو يستجيب لهذه الأزمة بسرعة ووحدة، والأسبوع المقبل رؤساء الدول والحكومات المتحالفة سيجتمعون في قمة استثنائية لحلف الناتو. سوف نتحدث عن استجابتنا المباشرة والتغييرات التي يتعين علينا إجراؤها لتعزيز أمننا على المدى البعيد. موسكو لا بد ألا تشك أبدا في أن حلف الناتو لن يتسامح على أي هجوم
على سيادة الدول وسلامتها. في المقابل قال رئيس وفد التفاوض الأوكراني أن موقف أوكرانيا في محادثات السلام مع روسيا محدد للغاية، مع مطالب تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الروسية. هذا وأضاف أن تحقيق نتائج من المفاوضات مرهونة فقط من خلال حوار مباشر بين رئيسي أوكرانيا وروسيا. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن من السابق لأوانه الكشف عن أي اتفاقات محتملة بين موسكو وكييف لحل الصراع في أوكرانيا. جاءت تصريحات بيسكوف بعد أن ذكرت تقارير غربية أن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدما كبيرا بخصوص خطة سلام مبدئية مؤلفة من 15 نقطة. ونقلت التقارير عن 3 أشخاص مشاركين في المحادثات قولهم إن الخطة تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحاب روسيا مقابل إعلان كييف الحيادة وقبولها فرض قيود على قواتها المسلحة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لديها معلومات تفيد أن السلطات الأوكرانية تستعد لاستفزاز باستخدام مواد سامة ضد المدنيين، وذلك بدعم من الدول الغربية بهدف اتهام روسيا به. وأعلنت الوزارة أن قواتها أخرجت 128 منشأة عسكرية عن الخدمة في أوكرانيا ودمرت 7 مستودعات للأسلحة. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية أن الأهداف التي تمت إصابتها تشمل أيضا منظومتين للدفاع الجوي، إضافة إلى 4 محطات رادار و4 مراكز قيادة و68 موقعا لتمركز المعدات العسكرية. كما أضاف أنه تم تدمير 111 طائرة حربية أوكرانية و68 مروحية و160 مسيرة منذ انطلاق العملية العسكرية. بينما أعلن حرس الوطني الروسي صد الهجوم على محطة كاغوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية الواقعة في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا. بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون علاقات الصداقة التاريخية بين الإمارات وبريطانيا ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف الجوانب التي تخدم المصالح المتبادلة. جاء ذلك خلال استقبال محمد بن زايد رئيس الوزراء البريطاني في قصر الشاطئ بأبو ظبي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية واستقرار أسواق الطاقة العالمية. ناشدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز مجلس النواب الليبي بالإسراع في الرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية. هذا وكانت ويليامز قد التقت بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية لبحث وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما. هذا وتمت مناقشة بالتفصيل تمت مناقشة هذا المقترح بالتفصيل للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. محليا، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية
بين حكومتي مصر والسعودية في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر. يأتي هذا الاتفاق انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أخر مستجدات الموقف الوبائي محليا وعالميا. وأعلن مجلس الوزراء أن المنحنى الوبائي لحالة الإصابة بفيروس كورونا يوضح استمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض، بالإضافة إلى الاستمرار في خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على الانخفاض في معدلات الإصابات بهذا الفيروس. هذا وتم الإعلان عن توفير أكثر من 142 مليون جرعة حتى الآن من اللقاحات المتنوعة. تم استهلاك أكثر من 74 مليون جرعة، منها نحو 1,600,000 جرعة تنشيطية للفئة ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة. بينما وصلت نسبة تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 18 سنة إلى أكثر من 51%. فيما وصلت نسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 12 سنة إلى أكثر من 44% من المستهدف. أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا مشاركة القطاع في برنامج الدولة لإعادة إعمار قرى أسوان الأكثر تضررا من السيول. وأشار الوزير إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار قرية خور غواضة، وتشمل إقامة مخر السيول للقرية وإعادة بناء 50 منزلا وتأثيثها ورصف الطرق وتوفير دخل مستدام عن طريق تمويل مشروع لكل أسرة مربوط بالإمكانيات المتاحة ومهارات الأسر. عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اجتماعا موسعا مع ممثلي 20 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ وحدات سكن كريم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنازل التي تم استهدافها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت بناء على معايير محددة، مشيرة إلى أنه تم الانحياز في المقام الأول لتلك الفئات التي تخص الأسر التي تضم المرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير القادرة لتحسين مستوى معيشتها، مشيرة إلى أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر أو التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة طبقا لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر. رياضيا، شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأكد صبحي جاهزية مصر لاستضافة كافة الأحداث الرياضية الكبرى بعدما أصبحت البنية التحتية للمنشآت الرياضية على المستوى الأمثل وفقا لمتطلبات ومعايير كل الاتحادات الدولية، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي حققها الجمباز المصري خلال الفترة الماضية سواء على صعيد النتائج أو تنظيم البطولات القارية والدولية. وتحتضن منافسات البطولة الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 17 حتى 20 من مارس الجاري. وجه المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش رسالة للاعبي المنتخب قبل بدء معسكر المنتخب استعدادا لمباراته أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أكد كيروش خلال رسالته أن المنتخب مليء بالموهوبين ويمكنه تغيير المستقبل، كما أشار إلى ضرورة وضع الأحلام والأهداف كأولوية للمنتخب، مشددا على ضرورة اتحاد الجميع لمساندة المنتخب.
حقق المنتخب المصري لكرة القدم أقل من 17 عاما فوزا كبيرا على نظيره الليبي بأربعة أهداف نظيفة في إطار الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم والتي تستضيفها الجزائر. وبهذا الفوز رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 أهداف من فوزين متتاليين ضد نظيريها التونسي والليبي، ويشارك في الدورة منتخبات مصر، الجزائر، تونس، ليبيا والمغرب. يواصل النادي الأهلي تدريباته استعدادا للقاء المريخ السوداني يوم الجمعة القادم، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا. حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق الميران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. ويتصدر سان داونز الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي والمريخ والهلال برصيد 4 نقاط. واصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنغولي يوم السبت المقبل في العاصمة لواندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأعلن رئيس الجهاز الطبي للفريق سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والجاهزين الطبي والإداري أو الجهازين الطبي والإداري قبل السفر إلى أنغولا. يواجه فريق برشلونة الخميس مضيفه غالاتا سراي الذي يضم الدولي المصري مصطفى محمد في اياب دور 16، وسيقام اللقاء في 8:45 مساء. انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل البرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.